زي تقليدي باللباس التقليدي للفريق. والكرة الآن عند اللاعب عبد الحفيظ عبد الحق قبل انطلاق هذه المباراة التي تجرى بذكريات بين الفريقين، الفريقان اللذان يتعرفان فيما بينهما، خاصة أن آخر مباراة هنا بهذه الأرضية كانت لصالح الأولمبي برباعية كاملة في الموسم الذي سقط فيه مولودية بجاية، غير أنه عاد بسرعة. ضربة الانطلاقة لصالح الأولمبي بقيادة المدرب عز الدين أيجودي في نهاية المشوار، بدأه طبعا بالسكري وأناه عز الدين أيجودي التوزيع وخروج الحارس خيطر في الوقت المناسب، يبقى ساقط على أرضية الميدان يستفيد من مخالفة. قلت اليوم لا ننتظر رتم كبير جدا في هذه المباراة بالنظر إلى الحرارة، بالنظر إلى انعدام الانسجام. لازمة هجمة معاكسة سريعة، توري خطيرة خطيرة خطيرة، خيطر ينقذ لانفلندية من أول فرصة في هذه المباراة، هجمة معاكسة خاطفة من كرة يسارية إلى قلب تصل. الحارس دائما بن شريف عبد القادر، الحارس الذي يقضي موسمه الثاني بالنسبة للمولودية ويعطي الأمام، يعطي الأمان بالنسبة للفريق ولدفاع الفريق البجاوي العائد دائما إلى المحترف الأول. تعود الكرة إلى وسط مرمى، عدادي يلعب بسرعة ثنائية تعود إلى عدادي، يسدد عدادي قوية وجانبية قوية وجانبية، ثاني أخطر فرصة لأولمبي المدية، طبعا فعل ما يجب أن يفعله في مثل هذه الظروف. هل سيسدد عدادي؟ عدادي الكرة لم تمر جانبية، لم تكن بها البعيدة فوق الإطار ببضع سنتيمترات، مثل ما نشاهد الآن الإعادة. كرة جميلة كانت مركزة واحتوال القامة بالأحسن، دائما صراعات ثنائية، إلى أين الكرة؟ بالأحسن مرة أخرى، هدف من أجمل ما يكون من دباري على ما أعتقد. هل هو دباري الذي سجل الهدف؟ هدف جميل من كرة ميتة أو لاعب سماحي، نعم سماحي الذي يسجل أول أهدافه، سماحي خليل اللاعب رقم 9 سجل من كرة ميتة. معي من جانب عناصر أولمبي المدية للعودة في النتيجة قبل نهاية مرحلة الذهاب، المطالبة بضربة جزاء والمطالبة بلمس باليد، ولكن بكواسة كان قريبا من اللقطة. يقول يستمر اللعب ونحن سنكتشف وسنقول لما نشاهد يولي الدبخ يحلى يحلى ولو لولو يحلى 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 والدبخ، ولكن ولا شي قارون فريه الا كان هيثم تغمرث زين زين ويس ربعه الفايده للمولوديه النوري. يعدى يعدى ولد الخمس يروح ورعاد غير ملك توري، عدى ملك توري على ولد الخيا يلا ظهر لقعهم كان وسين يسوسين يقرب هادي اسيسي وسين الفايده للمولوديه. ما هي الفايده الاولمبيك المديه غير عدادي عدى عدادي 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 يضر عدادي احلى ولد الخيا عدادي في ذكاء الدبخ يحلى عدادي طراني ضيع عيسو اذا حقاني الفايدة الاولمبيك مدية ازداد له عساس ضمقر. يعد ديما الفايدة يحلى ولد الخي الفايدة شخري تاع القمود شخريت 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 يعد القمود ذي الوقت ما لله يموت مليس ذي الوقت ما لله مليس يموت قماس والنار شخريت يا ويد اي سوي او عدلو قمود الفايدة ان اولمبيك مضية والضغط ذا ونغض الفرح 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 ضم قران الفرح الضم قران غير هالبعث ونغض الجار المدية جار المولودية الاولمبيك المدية زيد الدمار قارون فري هيث البينالتي هيث البينالتي سفريت فري هيث البينالتي قارون فري بعد ما يذوز زي اميوراري بوذياب نغواي يذوز عسى اميوراري تربوع ثنمدية يصفر راسا فري الفالطة 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 فيه سامير يسوسين اسوي ويسيني فايدا اولمبيك المدية ذا يذوق النار المدية بعد ما هلا
خسر رندية بحريشة مزوار وثنادو غالد قرطيق في 56 سني سويا غارب غريسو الفايدة يا ضرامت الفايدة نمدية زداث الأولمبيك اني غزداث المولودية نفقيث يا ضرا يا ضرا يا متى ديسر هذا بحريش ويسي من خيطر أمامية تحدثنا عن الصلابة الدفاعية للموب ولكن كل شيء تغير وشخريط أراد أن يفعل نفس الشيء بنفس الطريقة ولكن هذه المرة الكرة كانت مرفوعة أكثر ليس بإمكانياتهم ومطراني مرة راوغة فعل ما يفعل بالكرة وشخريط في محاولة إمضاء الثالث شخريط لا زالت عنده الكرة تيهان في دفاع الموب الآن تيهان في دفاع الموب وارتباك غريب جدا في محور دفاع المولودية البجوية المتميز مطراني ماذا يفعل مطراني ماذا يفعل مطراني تصل الى عداد شوف 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 كيفاش يخليو اللاعبين يسدوا بأريحية تامة واحد ما يروح عند المهاجم طريقة غريبة هذه الأشياء اللي نراها هكذا ولا أدري لقادري قادري ماذا يفعل بالكرة يقدم لي ظهار ظهار صعبة 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 وهدف التعادل المولودية الجوية من توري توري يعدل النتيجة ومن كان وراء العمل كان قادري الذي بقي في كرسي الاحتياط ولما دخل قدم هذه الكرة التي كانت مميزة وصلت إلى توري الذي قلنا بأنه لم يجد على من يستند عادة المولودية البجوية في هذه المباراة وعاد الروح لأنصار الموب الذين تنقل بي يوزع والحارس خطأ فادح والهدف خطأ فادح ومقران يستغل الفرصة والأكيد أنه سيأخذ بطاقة صفراء الكرة تلعب الآن لا نعرف ماذا يحدث الآن بدون صفرة الحكم في لقطة طريفة كريم طبعا لأنه لما يغادر طبعا هذه سيفسرها حلالش على في البلاطو حتما ولكن لما يخرج كل لاعبين ويغادروا أرضية الميدان من الأولية أو لعادة للهدف فالغريب أيضا خروج غير موفق تماما من خيطر خطأ آخر أيضا من اللاعب رقم 21 في صفوف أولمبي المدية البديل أي عبد المالك وهدية لأمقران الذي يقود مهاجم يقود هجمة معاكسة ظهار يحاول يسدد وتمر جانبية ظهار فعل كل شيء إلا التسديد المنظم والحكم حكم التماس يرفع الراية ويطالب بإعادة عيبوت في السطيف وعيبوت في الموب هنا الخطورة هنا الصعوبة أين هو توري أين هو قادري لذلك تأخر في التوزيع صعبة وجانبية التسديد فراغات كاد مقران أن يضيف الهدف الرابع في هذه المباراة أن حتى لا تتحمل الضغط وانطلق هريت من هناك هريت يواصل هريت يحتفي يقدم كرة لعدادي تصطدم بأحد المدافعين وتخرج إلى ركن لصلاح الأولم عدادي يسارع ويسرع في تنفيذ الركنية هل ستأتي بالجديد والتوزيع والتدخل وضربة جزاء وضربة جزاء يعلن عليه الحكم بوكواسا قلت مباراة مجنونة فيها كل شيء في نهاية هذه المباراة سنشاهد الإعادة قادري ورابع الأهداف للمولودية الجوية الهدف الرابع إذن للمولودية التي تبدأ الموسم بقوة خارج ميدانها وتحقق فوز كاسح بأربعة أهداف كاملة آلان ميشيل في نهاية المطاف يكسب الرهان برباعية كاملة وفي هذه الأثناء بالذات الحكم بوكواسا يعلن عن النهاية الزميل محمد شوماني موجود على خط التماس سيرصد الانطباعات على المباشر ولكن قبل ذلك أفضل أن نعود إلى الاستوديو المركزي مع الزميل سامي نور الدين ومحلليه في انتظار أن يجهز شوماني ويكون